السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ونهار جديد عند شي نادية. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم في هذا الفيديو غادي ان شاء الله نحضر معكم صابون سوليد في ميزون، صابون الصلب صنع منزلي بمكونات ممكن الوحدة يكون عندها الزيت المدة الصلاحية تاعو فاتت ولا عندك زيت هكا ولا اونسي جامي. الوغ ما تقيسيش، خبيه لوقت الحاجة كما هكا. غادي نديرو به الصابون ان شاء الله. هي المقادير في 700 غرام مادة دهنية الزيت. الوغ غادي نديرو لاسود كوستيك، هادي كما راكم تشوفو دي بوشوغ سوغ بويسون، فوالا صافي دير فور. الو غادي نسمو لاصود كوستيك ولا كيسموها يا ربي الصودا كاوية. الو والماء، انا ديجا راني محضرته الصباح، قلت هكا يكون عندي واجد. هي في 700 غرام زيت، نديرو 200 غرام ماء و 100 غرام المادة الكاوية. الو لاصود كوستيك كيما راكم تشوفو، والإضافية هادو المواد الأساسية، الماء والزيت ولا الماء والزيت ولا صود كوستيك. الوغ المواد الاساسيه هي لا غليسيرين والزيوت المعطر. هذا عندي زيت النعناع جبته معايا من البلاد، ديجا لي بريسك بيريمي. الوغ غادي نديرو هنايا في هذا الصابون ان شاء الله تعالى. ترضاو عليا ويعجبكم هذا الفيديو، ودائما في مجال الاقتصاد ولمالا صابون سوليد في ميزون. الوغ بجوده عاليه ان شاء الله، نستهلكوه نستعملوه في مواد التنظيف في لادوش لمالا. وعلى فكرة لمداري كيما انا هكا راني صافي ابخي 6 ولا 7 راني نصنع الصابون. دائما عندي من كل الانواع، دائما عندي وما نخليش حتى يكمل. دائما كاين واحد الصابون عندي راه عنده قريب العام. الوغ استغفر الله يا ربي، الحمد لله على كل حال، استغفر الله يا ربي. الوغ قعدوا معايا ان شاء الله وغادي نوريكم الطريقة إن شاء الله تعالى. أيوا كما قلت لكم باللي راه عندي تاع شعال، هذا ديجا راه عنده تقريبا عام، هذا راه عنده عام، هذا راه عنده واحد النف مو هكا، وهذا راه عنده واحد الكاتخ مو هكا من حيت درتو، هذا تاني راه عنده عام. ألوغ ما رأيكم ونديري غاطو ولا غادي ما ديرو كيما هنايا هكا، ولا تكون عندكم واحد المتعة في صناعة الصابون. وإن فوا تصنعوه غادي تكونوا مدمنين عليه ان شاء الله. لمالا من الزيت المستعمل نجمو نديرو حاجه مليحه للافاده. الوغ ان شاء الله قعدوا معايا وكملوا شوفوا الطريقه ان شاء الله تعجبكم. ولمالا ها وين الصابون كاع اللي عندي، ولا بارفو يكون عندي سيغ كوموند يعطوني الزيت ويقولوا لي ناديه صنعي لنا الصابون. انا ما عليا نشري غير هذه لاصود كوستيك، هادي لاصود كوستيك غادي نقول لكم كاع لي ديتاي ان شاء الله. هادي لاصود كوستيك نسيبها هنايا غير في اوشون. هادي هذا تاع 1 كيلو و دمي، 1 كيلو استغفر الله يدير ابوبري 9 8 يورو. عندي صافي ابوبري 2 زام حيت شريته كامل، ايا 8 يورو في اوشون. وهذا نشريه من لوكلير، وهذا الزيت العطري داي كاين بارتو. ايا ان شاء الله اقعدوا معايا كيما قلت لكم. 700 غرام زيت، راني دايره 4 700 700 700 700، والماء وسي دايره 200 و200 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 صافي ربعه خطرات 200 200 200. الزيت 4 مرات 700 700 700، ولا سود كوستيك 4 فوا 4 مرات 100 غرام 100 غرام 100 غرام. ايا ان شاء الله صافي دير في 700 غرام زيت، 400 غرام سود كوستيك، و800 غرام ماء. هذا ما كان والاضافات هي من الاحسن يديروها. هذا من المفروض نديروه، وهذا جيست بوغ الرائحه سي تو. اي نكمل معكم ان شاء الله، غادي نبلاسي لو تريبي هكا بارتير ونكمل معكم ان شاء الله تعالى. ايوا بلا ما ننسى، هي نورمالمون هذه في البدايه هي اللي نحضروا هذا الصندوق هكا قالب هكا اونبوا. ايا وندير هاد لو بابي دو كويسون ولا بلاستيك ولا ساك دو بوبيل حشاكم،
أيوة باش كي يكونوا هكا واجد يجيني فاسيل، كي يوجد الصابون غادي نفرغو ديريكتومون هنايا. أيوة هاي هذه هي، أيوة غادي نبداو ان شاء الله. وهي تاني للامانه انا راني مداريه نصنع الصابون، ما خافش منه، جو في اتونسيون لي سولوي كي با فيغ لو لا بروميير فوا يفو كي بروتيج لي مان، اي سورتو سورتو لا سود كوستيك كي ندير نخلطوها مع الماء يفو توجور اتر لوان دو سو لا فابور دو سولو باسكو سي ان بو دونجورو بور لا ريسبيراسيون اي سا في مال او بوم. الوغ نتجنبو هذا الاستنشاق، هذا البخار اللي يطلع منا. الوغ دائما يفو ميتر يفو بروتيجي لي مان اي ميتر ان ماسك اي ميم دي لونيت دو بروتيكسيون. الوغ بسم الله توكلت على الله. لا غادي نفرغ هذا المحلول فوالا، وشوفوا سبحان الله التفاعل، تفاعل بالخف نروماركو سبحان الله تعالى. هيا ونبلونجي لو ميكسور كوم سا، شوفوا سبحان الله يتبدل اللون تاعو. الوغ كي نكونو نصنعو في الصابون يفو توجور إلواني لي زانيمو لي زانفون تو بوتي، يفو أوسي أون بريفيرونس فابريكي سو صابون دوغ دو لا ميزون، أليكستيريور دو لا ميزون. يعني يفو يفو يكونو دراري برا بعاد علينا ومام الحيوانات عزكم الله، و يفو لو فيغ نصنعوه برا كي يكون الهواء ويكون كيما أنا هكا راني في لا تيغاس. الوغ هذه هي النصائح اللي نقولها لكم خاصة المبتدئات اللي راهم دارين يصنعوا الصابون، يعرفوا الطريقة كي دايرة ويعرفوا الاحتياطات تاعهم اللي يديروه. الوغ غادي نخلط بنخلط شوية كيما هكا اي ابخي جو في ترافاي لو ميكسور اي ابخي جو فو مونتر فوالا. كيما راكم تشوفوا هكا ميم با اون مينوت ميم با دقيقة، شوفوا الخليط كي ولا دروك يتقال بيتيت ا بيتي يتقال، ولا درتوه بالفوي غادي يديكم شويه وقت، بصح بالميكسور كيما هكا و ريسكي ريان. الميكسور اون بو لو لافي اون بو لو ترومبي دون اون نوي دون لو فينيغر اي سا سورا بون بور لا سانتي بور كون بريبار لي سوب بور فير دي دو مانجي افيك. الوغ ما تخافوش منو. ايوا كيف نعرفوه بلي راه واجد؟ الوغ بعد الخلط ابوبخي 2 إلى 3 مينوت، جوج دقيقتين حتى 3 دقائق. الوغ كي نرفدو كيما هكا الميكسور اون تروف كي يلاس دي تراس، فوالا هادو لي تراس سا في دير سي بون إلي بخي. مو جا جوت كو ان بو فوالا. في هاد المرحلة غادي نزيد كيسموه هادي الجليسيرين فوالا ابوبخي 3-4 كويير، ونخلطو شويه كيما هاكا غير بالميكسور. هيا والزيت العطري أوسي قلتلكم تاع النعناع. ألوغ أوسي هدا جولي في تو ونخلط غير بالعقل هاكا شويه. هيا والقالب راه واجد غادي نفرغو إن شاء الله. خلط شوية ونرجع صافي. فوق هاد القوام تاعو راه ناجح. راه دروك صافي غادي نقص هاد الصابون اللي راه هنايا ونرجع معكم. شوفوا كي صباح مادام راه كيما هكا صافي دي غيفو يفو كون نفرغو في هاد الصندوق القالب، سينو الا خليناه يطول غادي ينشف لنا ويغبلنا ان شاء الله. Thank you.
كما هكا راني درتو كاع برسك تو جي ليسيكو ان بو جي في فوار سي جاريف على تو ميتر. بيجيني قوالب كما الصابون المشري الو اون ديري لو كريم كريم شو كريم كريم با كريم فريش كريم بيشاميل ما شاء الله والله متعة في صناعة الصابون. نهار اللي يكون عندي الصابون غادي نصنعو والله نصنعو بقلب صافي وفرحة سيغتو منير غدوة من داك من يبس ما شاء الله. وهي على فكرة إلا ما نخلوش تيبس مليحة مليحة خاطرش يغبلنا في التقطاع تاعو. ألوغ غادي نسوي له السطح تاعو هاكا مليح باش يجينا شباب مرغوب. ألوغ الوغ كي نديرو كيما هكا هوتو تحت الارض خاطر في الطابله هنايا ما نطيقش نخبطو خبطتها مليح مليح باكو الفقاعات هادو كاع ما يقعدوليش لداخل فيه باش ما يكونش الهواء فيه. ايوا راني هكا نسوي في السطح تاعو هكا بيجيني املس وشباب هكا واحد ينجم يعطي منو كادو ويتوه. الوغ الواحد اللي يبغي يصنع باش يغسل بيه الملابس ولا الوغ يزيد فيه الاضافات بوكو ولا كومون دي لا ليكيد دو لا فيسيل سائل الاوان الملابس ولا البودغ ولا الليمون ولا كيما تبغوا. انا ما بغيتوش باسكو دي فوا كندوشو به. انا نقعد غير كيما هكا نسوي له كاع مليح مليح السطح تاعو هكا ونتلاقاو ان شاء الله. راني اللي نسوي له هكا في السطح تاعو باش نديرو املس مادام راه يبس مادام راه يساعدني. الو وهادو هكا اللي هاد لي بوغ هادو اللي راهم هنايتو غادي نخليهم كيما هكا جوسكو دوما جوفي لي لافي. او هادي هي هيا نتلاقاو في بعد ما يبس ان شاء الله. او شنو نقولوا ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي تحقوا بالقناة جزاكم الله خير. ومشتركين قدم هما أصحاب الدار واللي دخل دروك ما يساليش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصله كل جديد. شي نادية الو ان شاء الله تعالى تعم الفائدة والبارتاج سورتو. هذا هو اليوم فيديو تاعي تاع الصابون اني دايرته في لا بروميير فوا في لاشين مي كوم جي با باغلي الوغ. وتاني نصيحه في وجه الله الى من ولتو تخلطوا في الصابون هكا تخلطوا هنايا الوغ الى تشاتكم حاجه في لابو تاعكم ايتو يفو دائما يكون عندكم الخل الوغ الخل يفو توجور يكون هنايا اكوتي باسكو هذه ماده حارقه وقادرين زعما ماده صعبه فهمتوني. هيا فو توجور سو لافي افيك دو لا فينيغ افيك الخل. هيا هذه هي نتلاقاو بعد ما ينشف ان شاء الله بعد ابري جو سي با واحد 5 سوايع 6 سوايع هكا سا دي با الا كان الحال بارد يبس تمتم ولا كان هي من الافضل من الافضل تصنعوه تخلطوا الماء ولا سود كوستيك في الليل غدوه الصباح يجيكم ساهل تسيبوها بارديتو. انا في الحق صنعتها الصباح الماء ولا سود ذوبتهم الصباح ودرك الحشيه جوي هكا فيغ 16 دومي هكا 4:30 د الحشيه بديت تخلط فيه يا جو سي كو يبا با اتر بري با افون 9h 10h. الوغ مانيش حاسي اليوم نبات نعس فيه باسكو ما يليق ما يكونش يابس باش تجينا ساهل للتقطاع يليق ما ييبش. هذا ما كان فكره ان شاء الله. ويلا غلبني وما صورتوش معاكم سمحوا لي باسكو الا كان في الليل الاضاءه تكون قليله وان شاء الله بالك ربي نصوروا معاكم لما لا. انا غادي ندرت معاكم هذه الفيديو وريت لكم كاع المراحل صنع الصابون ولي بريكوسيون ابراندغ et surtout faites attention mais c'est pas que je veux faire peur mais quand même c'est notre savon mliha mais fini اللي ما يعرفلهاش فيها خطوره على الوليدات وعلى النباتات. هيا هذه هي نتلاقاو ان شاء الله بعد ما ينشف بعد ابخي 4 سوايع 5 سوايع ونقطعوا معكم ان شاء الله وندير معكم بزاف صوالح بالصابون الصلب في ميزو. الوغ الى بعد ما يبس ونوريكم ان شاء الله الى بعد حين بحول الله تعالى.